وللحديث عن رفض روسيا تمديد اتفاقية الحبوب وتطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من ريجينيا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل. حياكم الله أستاذ منتصر. يا أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين ولقناتكم الكريمة ولطاقمها الكريم. أهلا بك أستاذ منتصر. بداية، لماذا في هذا الوقت بالذات تلجأ روسيا لرفض تمديد اتفاقية الحبوب وتؤكد أن قرارها نهائي لا رجعة فيه؟ ما الغاية من ذلك برأيك؟ يعني إذا نظرنا للواقع بشكل عام ونظرنا إلى الوقائع والأحداث التي تحدث، هذا كله هو عملية إغلاق أو عملية ابتزاز كاملة للغرب وللعالم، كونه على الجبهات الجيش الروسي يعاني من خسائر فادحة، وهذا كله برز على القيادة الروسية وعلى الكريملين، وهذا كله برز بشكل مباشر. فعملية لا يوجد لدى روسيا ورقة تستطيع أن تبتز فيها العالم أو تبتز سوى ورقة واحدة، وهي ورقة القمح، لأنها تلعب دورا كبيرا في هناك عملية مجاعة قد تحصل. هناك الروس يستثمرون ويبتزون في هذه الورقة بشكل كبير على العالم وعلى الاتحاد الأوروبي، كون أوكرانيا تصدر كميات كبيرة من هذا. فهي عملية ابتزاز لا أكثر ولا أقل، حتى تفرض شروط أو حتى يكون هناك رفع لبعض العقوبات عنها حتى تستطيع، لأن الاقتصاد الروسي بدأ ينهار انهيار كامل من وراء العقوبات بشكل كبير جدا. وهي عملية فقط عملية إغلاق أو عملية ابتزاز للخسائر الفادحة التي تحصل مع الجيش الروسي على الجبهات. ولكن بالمقابل، ألا ترى أن اعتراض روسيا يأتي من باب لربما الدفاع عن حقها في وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية وتخفيف وطأة العقوبات عليها؟ يعني هل الموضوع يتوقف لربما عند هذا الحد؟ عندما بدأ الاتفاق هناك حصل تنازلات بالاتفاق وأعطوا مجال لروسيا بعملية تصدير لكمية محدودة حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها الدولية، ولكن روسيا لا تريد هذه الكمية ولكن تريد مجال أكبر وتريد أوسع، وهي عملية ابتزازية لا أكثر ولا أقل. أما بداية الاتفاق كان هناك كميات على أوكرانيا أن تصدر كميات محددة وعلى روسيا أن تصدر كميات، فهذه هناك تصدير. من لم يقول أن هناك لا يوجد هناك تصدير لها؟ هناك عملية تصدير الأسمدة والقمح والذرة الروسي يذهب إلى الدول المحدودة التي تتعامل معها روسيا، ولكن بكميات محدودة حتى لا تستطيع الاستفادة من هذه العملة الصعبة في عملية الحرب ضد أوكرانيا أو شراء سلاح أو هذا هم عملية تحديد لكمية محددة. وأوكرانيا، الفرق بين روسيا عملية تصدير وبين أوكرانيا، هي عملية يعني لكي تستطيع أن تؤمن حمايتها وحماية نفسها، أما روسيا فهي عملية لشراء. يعني هناك فرق كبير بين تصدير روسيا وتصدير أوكرانيا، هذا لغاية يعني إنسانية وهذا لغاية في في, في في هذا المجال. إذن في أي سياق تضع يعني تصريح بعثة روسيا في الأمم المتحدة بأن موسكو غير معنية بتنفيذ المزيد من المحادثات بشأن هذا الاتفاق إلى حين تنفيذ الشق الروسي المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية والذي لم ينفذ بسبب العقوبات؟ هذا يعني تأكيد بعثة روسيا في الأمم المتحدة. أنا لا أتوقع أن هذا هو تأكيد، هذا كله كلام فقط للإعلام وكلام. هناك عملية ضغط بشكل مباشر تمارس على روسيا وعلى بوتين من قبل الغرب ومن قبل أوروبا ومن قبل تركيا حصرا، لأن تركيا هي الضامن الوحيد للعملية أمام الأمم المتحدة، فهي عملية. وعندما يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بوتين سوف يأتي في أغسطس إلى هنا لندرس عملية إعادة الاتفاق، فعلى ما يبدو أن هناك اتفاق، أن هناك شروط، أن هناك اتفاق سري قام. وأتوقع عملية ما يقوله الروس تعودنا عليه بشكل كبير، ما يقول الروس هذه للإعلام يعني إعلام فقط، أما ما يجري في الغرف المغلقة أو في بين المتحاورين هذا يختلف. يعني برأيك ما زال الباب مواربا؟
نعم، ما طيب زال الباب مفتوحا ولم يتم، ولن تستطيع اصلا روسيا اغلاق الباب بشكل مباشر، لانها سوف يعني غضب العالم اكمله سوف يكون، وروسيا ليست بحاجه الى عدو اضافي. يعني طيب ما يكفيها اذا حاولت سكرت هذا هي الان يعني اخذت لنفسها اعداء اخرين وهم الذين بحاجه الى القمع طيب والبحار زيلينسكي والسفر، تحدث ويفعلون عن روسيا تواصل، كما نعم استاذ منتصر، زيلينسكي تحدث عن تواصل الشركات واصحاب السفن معه وطلبها اذن اوكرانيا بالمغادره وضوء اخضر من تركيا. برايك هل يعني اوكرانيا والغرب يبدو قادرا بالفعل على تنفيذ هذه الخطه وما مدى واقعيتها؟ دعنا ننظر، هناك إذا لاحظت في عمليات تصريحات الرئيس الأوكراني وتصريحات الرئيس التركي وتصريحات الرئيس المفوض الأوروبي أنه سوف نقوم بعملية الاتفاق وسوف تذهب دون إذن روسيا ودون الرجوع إلى روسيا، هذا دليل واضح أن هناك طريقا آخر، أو هناك طريقا اخرا بحياده روسيا لعمليه الاي، لان اوروبا وتركيا واوكرانيا والعالم باسره لن يبقى الى الابد تحت ابتزاز الروس في البحر الاسود. فانا اتوقع ان هناك ما صرح به رئيس المفوضيه في امريكا الجنوبيه انه هناك طريق اخر سوف نقوم به بتصدير القمح الاوكراني الى الدول التي تحتاجه. وهذا دليل أن هناك أمور تترتب في بين المحاورين أو بين الدول بعملية إعادة تصدير هذا القمح، وعدم الركوع والخضوع لابتزاز روسيا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من ريجينيا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل، شكرا جزيلا لك.